الميركات الصيفي هو موعد لأبرز صفقات انتقالات اللاعبين بين أندية أوروبا، لكنه سوق اختلفت هذا العام مواعيد فتحه وغلاقه في الدوريات المختلفة. أبرز اختلاف شهدته البريمير ليج التي تبدأ موسمها الجديد في 10 أغسطس وتفتتح سوق انتقالاتها في 17 مايو ليستمر حتى 9 أغسطس لشراء اللاعبين و31 لبيعهم لأندية في الخارج. أما مباريات البوندسليغا فتبدأ بعد البريمير ليج بأسبوعين، وكان الأول من يونيو موعد بداية انتقالاته الصيفية ليغلق السوق في 31 أغسطس. الدوري الإسباني ينطلق هذا الموسم في 18 أغسطس، لكن سوق انتقالاته يتقاسم مع الدوري الألماني نفس المواعيد. قبل انطلاق الدوري الإسباني سيكون عشاق الدوري الفرنسي على موعد مع صافرة البداية في 10 أغسطس، مع سوق انتقالات يستمر من بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس. نفس التواريخ يتقاسمها سوق انتقالات الدوري الإيطالي الذي ينطلق في 19 أغسطس.